الأقزام هي أجمل أقزام هي نحن الأقزام باري 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 احنا كان لنا تجربة العام الماضي بعرض مسرحية فلة والأقزام السبعة. فلة والأقزام السبعة هو عمل يعتمد على الإبهار البصري، بالإضافة لنص محبوك جيدا كان من نص الأستاذ هشام كفارنة، نص مكتوب باللغة العربية الفصحى. العمل المسرحي كله كان مغنى متواصل باللغة العربية الفصحى، يحمل رسائل كتير للتعاون، للحب، للسلام، للطمأنينة. هذا الشيء شجعنا أنه نخوض تجربتنا هي بالدخول بشيء اسمه مهرجان كخطوة أولى. مهرجان هيك شوي صغير، إن شاء الله بالسنوات القادمة إن شاء الله لح نكون لح نتوسع إن شاء الله. هذا المهرجان عنا عرضين، عنا عرض فلة والأقزام سبعة سبق حكيت لك عليه، وعنا عرض جديد سيعرض لأول مرة هو علاء الدين والمصباح السحري، نص للمؤلف الموسيقي إيهاب المرادني، يعني عندي نص وموسيقى للأستاذ إيهاب المرادني، ورؤية بصرية وإخراج للأستاذ بسام حميدي. طبعا إذا بتحبي أحكي لك عن المهرجان بشكل عام، المهرجان هو طبعا مشكورة وزارة التربية كان برعايتها وبدعم من سعادة السفيرة راما زريق سفيرة الطفولة النوايا الحسنة. طبعا اللي شجعنا أكثر حتى اللي احنا نفوت بهي التجربة هو دعم الفعاليات الاقتصادية مثل البنك سوريا والخليج، مثل مجموعة المؤيد الاقتصادية، فعاليات كتير للأمانة خلتنا نفوت بهي التجربة وشجعتنا. إن شاء الله نكون على قد المسؤولية، إن شاء الله نوصل لعقلية طفلنا المتفتحة اللي هي جدا حساس وصعب التعامل معها، إن شاء الله نكون قد المسؤولية. طبعا احنا فعاليتنا بشكل مجاني، قلت لك كان في شركات كتير داعمة لفكرتنا، لفكرة المهرجان، لفكرة الطفولة. الدعوة مجانية، في حضور خاص لأبناء وبنات الشهداء، في حضور خاص لدور رعاية الأيتام، في حضور خاص للاس او اس اطفال الاس او اس، والدعوه عامله لاطفالنا كلهم يعني بكافه مستويات وبالبلد كامل.